الزمالك. وعايز ابدا من حاجه مهمه جدا من عند كريم، كان بيقول لي ان هو عنده سبق هيخش معانا في رهان حصري تشكيل الزمالك امام نهضه بركان. قبل ما ناخد التشكيل المتوقع مني، نسمع الاستاذ كريم ابو حسين والكابتن جمال عبد الحميد يشرح لنا فنيا هل هو التشكيل الامثل لجوميز امام نهضه بركان، لان كانت ناس بتتكلم شافت التمارين قال لك هيلعب باثنين وهو كان صرح بده اثنين مهاجمين. اتفضل يا استاذ كريم. هو مش سبق بقدر ما هو رؤيه او قراءه للموضوع او التشكيل اللي هيبدا بيه جوميز في هذه المباراه، لان الزمالك طبعا كل التوفيق وكل الدعم لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله يتوج بالكونفدراليه باذن الله للمره الثانيه في تاريخه ويذهب مباشره للسوبر الافريقي، يبقى بطولتين في وقت قصير جدا. فكل الدعم طبعا للجهاز الفني واللعيبه والنادي الزمالك في هذه المباراه. مستر جوميز مش هيخرج بعيد يا استاذ عبد الناصر كابتن جمال زمايلي طبعا النقاد الرياضيين عن نفس التشكيل اللي لعب بيه المباراه الماضيه في بركان هناك في المغرب، باستثناء تغيير بسيط او تغيير لاعب واحد هو ممكن يعمله في هذه التشكيله. ابراهيم انضاي هيلعب اساسي مكان سامسون للاستفاده. هو يعني التجربه او كلامه مع الجهاز المعاون شاف ان سامسون كابتن جمال لما بيلعب او بيشارك بديل بيبقى فعاليته وجاهزيته وانتاجيته والافاده للفريق بتبقى افضل. لما بيبدا بيبقى مش في كل مباراه حتى اللي بداها ما بيبقاش هو اللاعب اللي مستر جوميز بيعول عليه او جماهير نادي الزمالك بتعول عليه، لان سامسون اخر فتره كل المباريات اللي لعب فيها بديل كان مميز جدا، يعني اللاعب مميز جدا وناس كتير جدا اشادت بيه. المباريات اللي يبدا فيها اساسي ما بيبقاش فيه الفورمه بتاعته، فالتشكيل مش هيخرج عنده. طيب وده بس هقطعك يا كريم، هل هو عشان ما لعب علينا بالتشكيل على الشاشه لو سمحت لعب الماتش دوت مش مكانه لعب ناحيه الشمال عشان كده هو لو لعب مكانه اكيد طبعا كان هيبقى مميز جدا. بالظبط زي ما قدام حضرتك كابتن. لا ناخد التشكيل من الكابتن جمال. اتفضل يا كابتن جمال. ده التشكيل كريم ما كانش التشكيل بتاعه هي دي نفس هو ده اللي هو ده عواد الكابتن جمال حمزه ابراهيم انضاي. بس انا قلت نفس التشكيل، انا قلت لك نفس التشكيل باستثناء ابراهيم انضاي مكان سامسونج. طب هو متفق معايا ومعاك يعني التشكيل؟ طب ما قدام السبق بقى. ما لا ما انا قلت له هو السبق هو الراجل عارف يا كابتن. خلي لا انا ما رضيتش اطلع اللي احنا متفقين عليه. لا هو ده قلنا ان شوب مع مرتي يعني ابراهيم ده التغيير الوحيد. انت عودتنا يا كريم ان احنا نسجل لا اتفضل نسجل البتاع ده ونشوف يوم هو ده ان شاء الله وهيبقى هو ده اللي هيجيب البطوله باذن الله. هيبقى ان شاء الله عواد، عمر جابر، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، احمد فتوح هيلعب اربعه، هو واضح انه هيلعب اربعه. نفس محمد شحاته، نبيل دونجا في نص الملعب، واحمد حمدي، زيزو ناحيه اليمين، سيف الجزيري، ابراهيم النضاي. هو طبعا ده تشكيل مناسب جدا، شارع الزملكاوي كله مجتمع. يتمنى المستر جوميز يلعب بال ليله زملكاويه بالتشكيل ده. دول ادرى بالشارع الزملكاوي مني. يعني كرفتة حمراء. هو بس انا كنت اتمنى لكي اتبرأ كنت اتمنى اللعبه اللي لعبها سامسونج اللي هتعملوه في المجتمع كان هيفرق معاه جدا. بالظبط كابتن. هو بس هو المشكله كمان ان البعض بس يا عبد الناصر كابتن جمال راح لفكره اتنين مهاجمين. هو نفسه لمح، هو لمح. معلش بس ده نهائي كونفدراليه، نهائي افريقيا. الراجل لسع وانت برضه نهائي كريم. لا انا عايز اخد دي من الشرقاوي يا شرقاوي. ما هو الراجل لاسع، عمل شوط اول غريب وظبط الدنيا في الكوت الثاني، فتصدق اي حاجه. على فكره الراجل لغايه دلوقتي بيعمل حاجات غريبه. ما هو عشان كده بقول لك لاسع فنيا. تشكيل وتغيير وفي كذا ماتش بيعك. ايوه يعني كذا ماتش بيعمل لسعان فني عشان ما حدش يشوف غلط مختلفه جدا عن الواقع وبيخلي الفرقه تقع. بس انا شايف ان نضاي مستو كمان في العاب الهوا كابتن جمال، اللي هو نضاي بيجيد العاب الهوا عن سامسون. يعني الفريق نهضه بركان بيعتمدوا على الكرات العرضيه وعندهم ميزه في الموضوع دوت، فوجود ابراهيم انضاي مع الزمالك اعتقد ان دوت برضه هيبقى من ناحيه تمام الالعاب اللي هي الكرات العرضيه ده بالنسبه هتفيد نادي الزمالك كويس. يعني انا بس عندي تعليق صغير بس الراجل يعني وحش ده عمل احسن نتيجه، دي احسن نتيجه، احسن نتيجه بره مع الواحد واحد. ما رضا عبد العال قال عليه بطيخه في الماتش. لا طالما الراجل عمل نتيجه كويسه بخرف ازاي؟ لا بس هو كابتن مش وسيله خرف فاهمني. يعني انا دلوقتي عملت تكتيكي
وبعدين لقيت في بعض الديفوهات فغيرتها في ثانيه. فطلعت بنتيجه كويسه ان انا هدف واحد يديني كاس في الكونفدراليه. طب انا نشكره ولا نقول لا ده وحش؟ لا احنا كنا طمعانين يا كابتن. لا انا مش بتكلم على نفسهم اللي بيشتموا على الفيسبوك. لا 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 كنا طمعانين، كنا طمعانين الزمالك كان يقدر يعمل نتيجه افضل من كده. بس هي دي افضل نتيجه برضه كانت تبقى 2-2. خلي بالك احسن من 0-0 واحسن من الهزيمه 1-0. صح ايوه، لان الهدف يوديك للبطوله. انا منتصر اتفضل. فالهزيمه 2-1 او تعادل 1-1 احلى نتيجه بره، مثاليه مثاليه.